براند اسمه جاتينولي، ححط لكم الحين الاكونت حق كازولينا لانه اخذتها من عندهم بالرياض وعدلوا لي. يا صدق ما تخلون، ترى قبل امس 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 بالليل اخذت معي وجيت، لان كان عندي اوبشن وما ضبط. ف عطول اي وانت وذ ذس لانه مره عجبني وبس. الجوليري صراحة قاتل البراند، مرة عجبني حتى الخاتم. دقيقة أوريكم يا أوضح. أول شيء let's move للشعر. أول شيء الشعر، يعني تخيلوا نجاء أحد سواليها. أول شيء ما عجبني أبدا، بغيت أصيح، ما عجبني مرة ما عجبني. ليه؟ لأن أنا كنت أبغى اللوك يصير كله رومانتك، الميك اب، الشعر، كل شيء. يعني الفستان مرة يبغى له لوك كذا very classy ومرة رومانتك بشكل عام، أوكي؟ ومو يعني اللوك ما هو bold ولا it's edgy، لا it's very romantic. طيب فكنت أبغى أحد يسوي لي شعري كذا نبن بس ناعم، من هنا ما يكون مرة مشدود. أول مرة سويتها مشدود، مرة مشدود، ما عجبني. قمت كلمت هذولي guys خيال، بس شرحت لهم قلت لهم أنا I want my hair to look romantic. تك 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 مسك لي إياه، ضبط لي إياه، قال لي كذا، قلت له بالضبط كذا أبغاه. يعني من قلبي I would recommend him الصراحة، لأنه فنان. صالون بحط لكم their account، بس يعني أنا أقول أطلب بالاسم لأن ما جربت الباقي، بس جربت اليوم أسوي شعري مع فادي، رهيب من جد، مرة رهيب. فإن شاء الله خاص يعني بعتمده وبعتمدهم الصالون في دبي. خليني أحط لكم الحين الأكاونت.